الأجواء أجواء خير يا مشحم. نعم الحمد لله، يعني كان في منخفض جوي بارد، أي نعم، ولكنه صحيح. مليء ومحمل بالأمطار وحتى الثلوج. الثلوج ولذلك ومباشرة معنا من دائرة الأرصاد الجوية الراصد الجوي الأستاذ رائد رافد ليعطينا لمحة عما هو قادم فيما يتعلق بالأحوال الجوية. صباح الخير أستاذ رائد. أستاذ رائد، أسعد الله صباحك دائما بكل خير. سمر لك وصباح الخير. صباح الورد. ألو، صباح الخير أخت سمر. صباح الورد أستاذ رائد. صباح الخير لنجحم ولجميع المشاهدين. هلا وحيا الله، تفضل أستاذ رائد. يعني ما هو الجديد فيما يتعلق بالحالة الجوية؟ نعم. ما يقال أن هناك منخفض جوي جديد يوم الجمعة. إن شاء الله يعني اليوم نقدر نقول إنه الجو استقر بشكل تدريجي، بترتفع درجة الحرارة، رغم إنه يعني أمس لاحظنا حتى بفترات الليلية حتى الفجر كان تساقطات في المناطق الجنوبية، في مناطق الشوبك إيل ومنطقة راس النقب ومناطق طبعا قرى النعيمات التابعة لمحافظة معان. هاي المناطق كانت حتى ساعات الفجر في تساقطات ثلجية متقطعة، وكان هناك تراكمات في تلك المناطق. طبعا بالنسبة ل بقية مناطق المملكة استقر الجو من يوم أمس بحمد الله. اليوم رح نشعر طبعا الأجواء الباردة مستمرة، رغم أنه رح ترتفع درجة الحرارة قليلا، أجواء غائمة جزئيا، بظل فرصة في ساعات الصباح لزخات خفيفة من المطر قد تكون على قمم الجنوب على شكل زخات خفيفة ثلج، لكن نعم. بقية الأجواء مستقرة في باقي المناطق مع طبعا رياح راح تكون بشكل عام معتدلة وهي شمالية غربية. أما بالنسبة للعظمى اليوم متوقعة في العاصمة عمان 9 درجات، تنخفض بالليل ويستمر تشكل الضباب على المناطق الجبلية بشكل عام هذه الليلة، بينما بالنسبة للمنخفض الجوي هذا الاستقرار لن يدوم طويلا. هناك منخفض جوي إن شاء الله سيؤثر على المملكة بشكل تدريجي مع ساعات الليل الأولى أو نحكي المساء الخميس، وبالتالي ليلا تبدأ الأمطار بالتساقط في المناطق الشمالية تمتد تدريجي للمناطق الوسطى، حيث تكون الأمطار بساعات منتصف ليلة الخميس على الجمعة غزيرة جدا مصحوبة بتساقط البرد وأيضا حدوث الرعد، ومع ساعات فجر الجمعة تمتد للمناطق الجنوبية من المملكة وتستمر مع يرافقها طبعا رياح نشطة وانخفاض على درجة الحرارة، وتستمر الأجواء يوم الجمعة أيضا الباردة الغائمة الماطرة، والتي ستكون الأمطار مع ساعات فجر وصباح الجمعة غزيرة جدا وتشكل السيول. وهنا التنبيه، يبدأ التنبيه من الساعة 10 ليل الخميس حتى الساعة 10 من صباح يوم الجمعة بتنبيه من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة والمناطق الجنوبية غربية من المملكة. طبعا هاي الحالة الجمعة إن شاء الله بتستمر حتى المساء، المساء بيضعف الهطولات بشكل تدريجي. نعم. هذا طبعا أخت سمر بالنسبة للتوقعات. أستاذ رائد، يعني المنخفض الماضي انتهى، لكن كانت التوقعات بأنه يكون في ثلوج في العاصمة عمان، ما الذي غير وارد؟ أين ذهبت الثلوج؟ غير وارد أخت سمر، غير وارد. يعني إذا بتتابع التقارير، نعم. إذا بتتابع التقارير أكيد مسجلة عندك بالتلفزيون الأردني. نعم. التقارير موجودة ممكن ترجعي لها. احنا لا يعني انا طبعا اللي بيسمع صفحات التواصل الاجتماعي واللي بيسمع الواتساب واللي بيسمع الهواء واللي بيسمع بعض الاشخاص من خارج الاردن، طبعا هاي هو خطأه. نعم. اللي طبعا بياخذ المعلومه من الارصاد الجويه. نعم. والتقارير انا شخصيا. نعم. استاذ رائد كنت يعني متابعه معاكم بدقه، يعني وللامانه انه اللي كان يحكى بانه الثلوج ستكون في الجنوب بشكل اكبر من المناطق يعني الاخرى،
نعم اخت سمر، يعني الامور فدائما في 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 يعني بتوصل المعلومه بطريقه، هذا بجوز نقدر يعني نحكي معك فيه بحلقات قادمه، انه قراءه النشره الجويه بدقه وبتفاصيلها الدقيقه. لكم كل الشكر في دائره الارصاد الجويه الاستاذ رائد رافد، شكرا جزيلا لك.